اهلا بكم. ما دلالات التوقيت لمشروع الربط السككي بين العراق وايران؟ لماذا وضعت حكومة السودان حجر الاساس لمشروع الربط السككي هذا والذي يبدا من الشلامشة البصرة وصولا الى اللاذقية في سوريا، مع انه في وقت سابق اي محمد السوداني اقر بنفسه بالضرر المترتب على إقامة هذا المشروع؟ ما هي المكاسب التي ستكون لصالح إيران من الربط السككي مع العراق؟ وكيف سيتضرر العراق؟ لماذا يحذر خبراء اقتصاديون من خطورته على العراق اقتصاديا وأنه سيقضي على الأهمية الاستراتيجية لميناء الفاو الكبير، بينما يرى مراقبون أن الربط السككي هذا سيحقق لإيران مكاسب اقتصادية وجيوسياسية وعسكرية ضخمة في المنطقة؟ سنضع مشاهدينا الكرام هذا الموضوع المهم تحت الضوء هذه الليلة، وسيكون معي في هذه الحلقة كل من الدكتورة هدى بالكبيسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية. دكتورة مرحبا بك. أهلا مرحبا بك دكتور. والأستاذ عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي العراقي، مرحبا بك أستاذ عبد الله. نبدأ مشاهدينا الكرام، ولكن قبل أن نبدأ الحوار نشاهد سويا هذا التقرير. على الرغم من الضرر الكبير لمشروع الربط السككي وما يترتب عليه من هيمنة إيران على العراق سياسيا واقتصاديا، إلا أن حكومة السودان ماضية في إنجازه بعد تعهدها لخامنئي بجعل العراق أكبر سوق في المنطقة للبضاعة الإيرانية. رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني وضع الحجر الأساس لمشروع الربط السككي مع إيران، والذي يبدأ من الشلامشة وصولاً إلى اللاذقية السورية، مع أنه في وقت سابق أقر بالضرر المترتب على هذا المشروع. أي ربط سككي مع أي دولة من دول الجوار يمثل تفريط في كل موانئ العراق وليس ميناء الفاو. مشروع الربط السككي سيقضي على الأهمية الاستراتيجية لميناء الفاو الكبير، وفقا لخبراء اقتصاديين حذروا من خطورته على العراق وأهميته الكبيرة لإيران، إذ من شأن المشروع أن يمنح طهران مزايا السيطرة على الأسواق في العراق وسوريا ولبنان وحتى الأردن، فضلاً عن أنه يعطي إيران الفرصة في إيصال إمداداتها العسكرية إلى سواحل البحر المتوسط، الأمر الذي يعني المزيد من السيطرة والنفوذ على المنطقة. وزير النقل السابق والنائب الحالي عامر عبد الجبار قال إن مشروع الربط السككي بين العراق وإيران لا ينحصر بنقل المسافرين، وإن هذا الادعاء كاذب لعدم ورود أي حصرية بذلك. فيما تم تخصيص 230 مليون دولار لمشروع الربط السككي كخطوة أولية لخط البصرة الشلامشة بطول 32 كيلومترا بحسب صحيفة فاينانشال تريبيون، التي أكدت أن العراق سيتحمل الكلفة الأكبر في تنفيذ هذا المشروع. يبدو أن إيران تسير وفق خطة ممنهجة لبسط سيطرتها ونفوذها على العراق والمنطقة سياسيا واقتصاديا، في ظل سياسة التخادم المشتركة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. أبدأ معك دكتورة هدى الكبيسي. يعني هناك تصريح لمحمد السوداني رئيس الوزراء الحالي عام 2019 قال بأن أي ربط سككي مع العراق سيؤثر ويسبب ضررا كبيرا بموانئ العراق. يا ترى ما الذي جعله بين ليلة وضحاها أو بين 4 سنين مثلا يغير رأيه ويدشن مشروع الربط السككي مع إيران في هذا التوقيت؟ لماذا برأيك؟ مساء الخير عليك دكتور وعلى ضيفك الكريم. يعني في الحقيقة خليني أبدأ من النقطة الأساسية التي تقول بأنه هذا المشروع، مشروع الربط السككي، هو في اتجاه واحد، وهذا الاتجاه الواحد هو لصالح إيران،
ولكن هذه لنقل هي البداية التي يعني يقوم عليها هذا المحور، وبالتالي سنقدم البراهين تباعا لماذا هي في اتجاه واحد ولماذا هي في صالح إيران. في حقيقة الأمر يعني في أول بادئ الأمر ذكروا أو أشاروا أن هذا الخط، خط سكك الحديد، هو أساسا فقط لنقل الأشخاص، ولكن فيما بعد تبين أن هنالك زنا وحمولات، زنة هذه الحمولات تصل إلى 10 إلى 20 طن يمكن نقلها بواسطة يعني هذا الخط اللي مقام. فإذا أعطانا أو أوحى لنا أنه ليس فقط لنقل المسافرين وإنما لنقل البضائع والمسافرين معا سوية، يعني ممكن استخدامه في الجانب التجاري، والجانب الآخر هو جانب نقل المواطنين الإيرانيين من إيران إلى العراق. لماذا يعني إحنا نقول في اتجاه واحد؟ يعني إذا ردنا حتى نبين هذا الشيء بشكل واضح يجب أن نرجع إلى مجموعة من المعطيات الرقمية التي تدل على أنه هي لصالح من؟ لصالح أولاً بالبداية يعني نشوف أنه يعني حوالي يعني أكثر من 3 ملايين إيراني دخل إلى الحدود العراقية في 2022. هؤلاء دخلوا بالمقابل، لو نشوف عدد العراقيين هو أقل من هذا الرقم بكثير، قد يصل أحياناً إلى 800 ألف، وقد يصل أحياناً شوية أكثر من 800 ألف. إذن إحنا بانتقال عدد الأشخاص هم أكثر، هذا جانب. جانب آخر، الجانب التجاري، نحن معهم في حالة استيراد مستمر، قد تصل هذه الأرقام والمعطيات الرقمية إلى 10 مليار، كانت وصلت في فترة من فترات 15 مليار، ولكن المراد منها أن تصل إلى 20 مليار. بالمقابل لو أخذنا العراق، كم يعني يصدر العراق أو كم تستورد إيران من العراق؟ بحدود 200 مليون دولار. إذن هذا الفرق الذي نريد نصل إليه ب 20 مليار دولار تصل إليه إيران بإقامة هذا الخط، و 200 مليون دولار بالاستيراد بالتصدير أو استيراداتها من العراق، إذن فد رقم جدا بسيط وصغير. وبالتالي حتى عملية حصولنا إحنا على خلينا نقول على الواردات المالية من السواح اللي هم قادمين في الزيارات الأربعينية لا تصل إلى حوالي أقل من 2 مليار دولار، في حين نفس هذا الرقم، نفس عدد السياح اللي وصلوا في 2022 إلى إيران، وصل عدد أو وصل الرقم الإيرادات المالية إلى 6 مليار دولار. يعني حتى فروقات مالية بنفس الأعداد الداخلة إلى العراق والأعداد السواح الداخلين إلى إيران، هنالك يعني فرق حوالي أكثر من 4 مليار دولار لصالح إيران. إذن كل هذه المعطيات الرقمية تعطينا إلى أنه الفكرة القائمة ستكون أو المكاسب هي لإيران، وأن الخطة التي مقامة في إقامة السكك الحديد سيكون اتجاهها بشكل اتجاه واحد، أي أن العراق سيكون معبر لإيران وليس أكثر من ذلك، وبالتالي المشكلة أيضا هنا ستنسحب مثل ما ذكرت حضرتك في التقرير، ستنسحب بأنه إيران ستسهل لها الأمور بأنها سترتبط مع يعني أضيف مع دول أخرى كسوريا عن اللاذقية، وتصل إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا، وبالتالي سيكون لها فد توسع جيوسياسي يعني قائم على أساس جزء من الفكر الإيراني اللي هو دائما تسعى لتخطيطه ضمن استراتيجية أو ضمن خطة الاستراتيجية التي تسعى إليها ضمن نظرية قلب العالم. يعني أكو في هذا المجال هي دا تمشي عليه وتسير قدما، على الرغم من أن النظرية جدا قديمة، ولكن أكيد لكل شيء جديد هي تسعى إلى تحقيق هذا الشيء، هو أنه يعني تخلق جو
جيوسياسي جديد لها لكي تتخلص من العقوبات المفروضة عليها من الأمريكان من جهة، ومن جهة أخرى تشير التقارير حتى أنها تبتعد كثيرا عن كل المفاجآت التي يمكن أن تنطرح أمامها، وبالتالي تستطيع أن تخلص نفسها في نقل البضائع والأشخاص وحتى مستقبلا بما يخص النفط عن طريق إقامة هذه السكك الحديد وبالتالي توصيلها مع الموانئ وإلى آخره. نعم دكتور. دكتور هداب، أيضا يعني أسألك فيما يخص موضوع الضرر المباشر الذي ستتأثر به الموانئ العراقية. البعض يقول يعني ما الفرق، ما ضير إن كانت الطريقة تختلف، يعني إيران مستحوذة على العراق طولا وعرضا، جميع البضائع الإيرانية موجودة في العراق، اختلفت فقط الطريقة، طريقة الإدخال في هذه الحالة. يعني من وجهة نظرك العراق ووقوعه تحت المطرقة الإيرانية والخنق الاقتصادي، كيف ستتأثر الموانئ العراقية من الناحية الاقتصادية حتى يفهم المشاهدين؟ يعني احنا اذا هذا الخط يعني سار قدما وبالتالي يعني تم يعني تكميل وتضبيط كل ما هو موجود في الاتفاقية، لان يعني هي كان هنالك سبقتها مذكرات تفاهم في السنوات السابقة في 14 وفي 2014 و2019، وبالتالي وصولا الى هذا اليوم. يعني احنا عندنا جانب جدا مهم الا وهو مثل ما ذكرت حضرتك ميناء الفاو الكبير، كان الاجدر بنا ان نعمل على تنميته، ونحن توجد هنالك يعني توجهات في قيام الأرصفة الى اخره، ولكن قيام هذا المشروع سيؤدي الى تأخر القيام قدما بمشروع الفاو، وبالتالي هذا المشروع كان ممكن ان يحقق لنا ايضا ايرادات ماليه، ويرتبط ايضا لتركيا ومع اوروبا، وايضا في نفس الوقت سيخلق فرص اقتصاديه وفرص عمل كثيره للعاملين، مما يؤدي هذا الى القضاء على البطاله من جهه، وبالتالي حصول ووضوح الفرص العمل بشكل اكثر وضوحا عندما لو عملنا على تنميه مشروع الفاو. وجود هسه الان هذا المشروع سيؤخر من مشروع الفاو وقد يلغى، لان هنالك سيكون بالشكل التالي، هنالك سيكون ميناء جدا مهم من خلال هذا الربط السككي، هو ميناء خميني الذي سيتم ربطه، وبالتالي سيعزز من مكانة هذا الميناء، وقد لا يحتاجون مستقبلا حتى الى تكملة مشروع ميناء الفاو الكبير. هنا هذه هي المشكلة التي تكمن، وبالتالي ستنعكس على المواطن وعلى فرص العمل والقضاء على البطالة. نعم. شكرا دكتور هداب، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ عبد الله سلمان، مرحبا بك مرة أخرى. يا ترى ما هي دلالات التوقيت للربط السككي بين العراق وإيران الآن؟ يعني بعض المراقبين يرون بأن إيران حققت أمنيتها وحققت طموحها بنقل الغاز الإيراني إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط. يعني الكثير من المتحدثين باسم الحكومة قالوا إن منهم وزير النقل السابق إن هذا الربط السككي ليس لنقل الأشخاص، وإنما هي كذبة كبيرة إن تحدثنا عن نقل الأشخاص. إلى أي مدى ترى إيران قد حققت مكاسب عسكرية وجيوسياسية بالإضافة إلى مكاسب اقتصادية من هذا المشروع؟ بعد احتلال العراق كثير من الدول غيرت استراتيجياتها، منها إيران. فإيران وضعت نصب أعينها التمدد نحو الشرق، يعني غربها يعني شرق المنطقة، إلى سوريا وإلى لبنان، حتى تربط هذه المنطقة، تحتاج إلى ممر. أطلقت هذه الاستراتيجية سمتها إيران الممر الكبير، وهذا الممر الكبير ناقشته عدة مرات مع سوريا بعد الأحداث، بعد أن هيمنت عسكريا وأمنيا على سوريا والعراق، فأدخلت الموضوع إلى سوريا وناقشت الموضوع مع سوريا من فترة طويلة، باعتبار أن العراق خاضع إلى الهيمنة الإيرانية سياسيا وأمنيا، فبالتالي تبقى الموافقة العراقية تحصل في هذا الموضوع،
وأخذت الموافقات السورية في هذا الأمر. فإيران تضع هذه خطوة استراتيجية، وقسم من السياسيين الإيرانيين أسموه الحزام الذهبي لإيران، هي تستخدمها يعني في المنظور الآخر يسمونها اقتصاديا، ولكن بالحقيقة هو تستخدمه للنفوذ السياسي والأمني وإدارة المنطقة. إيران تريد تمتد إلى البحر الأبيض المتوسط، وإيران أمنيا وسياسيا اقتصاديا كما تحدثت الدكتورة، العراق هو الخاسر الأكبر، وكذلك سوريا ليست مضطرة أن تستخدم هذا، لأن سوريا تملك الموانئ الخاصة بها، فبالتالي الضرر الأكبر يكون على العراق وبهيمنة إيرانية وتحقيق الهدف الاستراتيجي الإيراني. صحيفة فاينانشال تريبيون تقول إن العراق سيتحمل التكاليف الأكبر لإقامة هذا المشروع، مشروع الربط السككي. يعني لماذا دائما العراق متضرر؟ دائما إيران لها المكاسب العظمى بينما العراق هو الذي يدفع. حتى المسؤولون الحكوميون يتحدثون فيما مضى أيام الكاظمي يقول سوف يعني ندعم إيران بمليارات الدولارات لإقامة مشاريع في داخل الأراضي الإيرانية لكي نستورد بعدها، يستورد العراق الطاقة من إيران. لماذا العراق في دائرة الذل والمهانة الإيرانية؟ لماذا لا ينتفض؟ هذا أمر طبيعي، هذا التصرف الإيراني من العراق، لأنها هي محتلة العراق رسميا، يعني الأجهزة الأمنية والسياسية بيد إيران، العملية السياسية تديرها إيران، التوافق الأمريكي مع إيران عالي المستوى، والتفويض الأمريكي لإدارة العراق من قبل إيران هذا موجود، فبالتالي إيران تستخدم العراق كورقة اقتصادية لصالحها بموافقة أمريكية. يعني لماذا لا تستخدم أموال العراق؟ أستاذ عبد الله، إذا كانت هناك موافقة أمريكية ماذا عن العقوبات الاقتصادية؟ هل هذا الأمر يعتبر متنفس؟ بالتأكيد متنفس، هذه لعبة كبيرة أمام العالم. العراق أصبح الحديقة الخلفية الأمنية والاقتصادية إلى إيران بموافقة أمريكية علنية، يعني ليست لحد اليوم الربط السككي المناسبة السياسية إلى هو أن التفاهمات الأمريكية الإيرانية الآن وصلت إلى ذروتها في مناقشات في الدوحة وفي مسقط، إلى الآن مستمرة إلى يومنا هذا، وأن نتكلم الآن مفاوضات دائرة فيما بينهم والتوافقات إلى أعلى مستوى. بالتالي هم وافقوا على الربط السككي، الآن الأمريكان وافقوا عليها، وليس هناك عقبة أخرى بقيت أمام إيران. أما التكلفة الاقتصادية فالعراق يعني ملزم من إيران لكونه هو يدير العملية السياسية ويحمي قياداتها ويحمي العملية السياسية و يدير كل هذه المفاصل، فبالتالي هذه الأموال إذا لم يتصرف بها رسميا العراق ستؤخذ من الأموال التي سرقت الموجودة في إيران من السياسيين. فالموافقات يعني أمر طبيعي أن العراق يدفع كل هذه التكاليف، فالتكاليف ليست مهمة. وهناك مسألة مهمة وأساسية أيضا في عملية التكلفة السياسية، أن إيران تحتاج العراق لامتداد سياسي عسكري إلى سوريا، هذه هي الحجة الهيمنة الأساسية إلى إيران، وهذا المفصل توافق عليه أمريكا، توافق عليه إسرائيل، وتوافق عليه حتى دول المنطقة، قد يكون هناك استثناء لبعض الدول الغير عربية في المنطقة. نعم، ابقى معي سيد عبد الله. دكتورة هداب، يعني المواطن العراقي بين مطرقة الحكومة وفسادها وظلمها وسندان إيران التي تقيم المشاريع على حساب العراق، العراق يدفع وإيران تقيم المشاريع من أموال العراقيين، شئنا أم أبينا، هذا هو الواقع بغض النظر عن ما تتحدث به التقارير الدولية. ترى المواطن العراقي الذي يشكو من ضيق العيش، عملته الصعبة تتهرب إلى إيران، المجتمع منهار بسبب يعني فتح الحدود بين العراق وإيران، وهذا طبعا كلام آخر سنأتي إليه مرة فيما بعد عن هؤلاء الذين يدخلون
عبر المنافذ الحدودية من إيران بدون تفتيش هذا الأمر، بالإضافة إلى هذا المشروع السككي الآن الجديد. كيف ستكون العواقب أو التأثيرات الاقتصادية على كاهل المواطن العراقي عندما يتم إهمال فرص العمل، توفير فرص العمل للمواطن العراقي عن طريق تشغيل الموانئ العراقية وذهابها فرص العمل إلى إيران بالإضافة إلى الواردات لهذا المشروع؟ نعم، يعني في الحقيقة دكتور سمير، هي الأمور كالآتي. يعني إيران تنظر في كيفية أن تتحرك لتحقق لذاتها وحدة سياسية، هذا من جهة. من جهة أخرى هي تفكر في نفسها بالتأكيد دون الآخرين، وليس العراق في حسابها بالتأكيد، وإنما في حسابها أن تصل أو تحقق لذاتها استثمارات مستقبلية، وبالتالي هي تفكر في آليات جديدة. المشروع يكلف 21 مليار دولار، ذكرتها أحد التقارير الأجنبية، بينما ذكرت الحكومة العراقية 17 مليار دولار. بين هذا الرقم وذاك يشير التقرير الأجنبي أنه ليس بإمكانية إيران أن يعني أن تحقق أو أن تقدم على هذا المشروع بهكذا مبلغ، وبالتالي ذكرت أو ذكر في بعض التقارير أنها ستكون مناصفة، وخاصة في المسافة اللي هي 32 كيلومتر من شلامشة إلى بصرة، هذا من جهة أن العراق سيقع على عاتقه، ولكن هي في الحقيقة وفي النهاية سيكون العراق على عاتقه كل دفع الأموال. هذا جزء إن شئنا أن أبينا، هذا جزء من الفكر السياسي الإيراني المسيطر على العراق من 2003 إلى يومنا هذا، وبالتالي هي دائما تجد لذاتها آليات جديدة تستطيع من خلالها أن تتحرك، وتستطيع من خلالها أن تحل مشكلتها، مشكلتها سواء الدولية بالعقوبات، سوف تتخلص من العقوبات بوجود مثل هكذا طرق يعني، أو مثل هكذا سكك حديد بينها وبين العراق، وبالتالي أيضا ستسهل على مواطنيها نقلهم، وخاصة في الزيارات الدينية أو حتى بشكل عام، وأيضا ستم نقل البضائع والمنتجات الموجودة لديها عبر العراق، وليس فقط حتى البضائع الصينية، بالاتفاق هنالك خطوط أخرى عملت على تمديدها من جهات أخرى إيران، فبالتالي حتى البضائع الصينية التي مراد أن تذهب بها إلى أوروبا يمكن أن تمر إلى هذا الطريق. هذا كله هو ليس في صالح العراق في حقيقة الأمر، وليس في صالح المواطن العراقي، وبالتالي سيواجه المواطن العراقي أيضا تكاليف مختلفة، وبالتالي تكاليف نقل، وممكن أن يواجه مسألة تضخم جديدة، ارتفاع في أسعار السلع، وانخفاض القوة الشرائية، وكلها ستكون على حساب المواطن العراقي الذي يعاني منذ بعد 2003 إلى يومنا هذا. هذا الأمر الذي نحن بصدده، لو قارنا الاقتصاد الإيراني، في بعض الناس تصور الاقتصاد الإيراني اقتصاد ضعيف أو أنه ليس بذات الشأن، يعني هذا من الخطأ جدا أن نفكر هكذا التفكير. في حقيقة الأمر في مقياس التعقيد الاقتصادي الذي يقيس مقدار ومقياس الإنتاجية التي ينتجها البلد خلال سنة، قد تكون مثلا احنا راح اذكر الرقم، سجلت في إيران مثلا رقم 67 تسلسلها في 2022 بين اقتصاديات العالم، في حين الاقتصاد العراقي سجل في هذا المؤشر، اي مؤشر تعقيد الاقتصادي، 112، يعني جدا متراجع في الدرجات الاخيره من هذا المؤشر اللي يخص مجموعه كل الدول، ماذا تنتج، كيف تنتج، السلع التي تنتجها، نوعيتها الى اخره، يعني المواصفات والى اخره التي تمكن الدوله من ان تسيطر. كيف لنا ان نسيطر؟ نسيطر بمنتوجاتنا، منتوجاتنا يجب ان تكون على كفاءه، وبالتالي هذا الشيء لا يتمتع به العراق، والذي يتمتع به هو إيران، وقد سبقت العراق كثيرا بهذا المجال. فبالتالي الاقتصاد الإيراني هو أساسا اقتصاد لا بأس به، على الرغم من العقوبات الأمريكية، وأنا أشرت في
مواطن كثيرة على الرغم من العقوبات الأمريكية، ولكن الاقتصاد الإيراني يسير قدما ولا يوقفه أي شيء أو أي عقوبة أو أي مشكلة. بالتالي أيضا تجد لها ملاذا وتجد لها يعني حلا في أنه عندما تجابها المشاكل. هذه المشاكل كلها كما ذكرت حضرتك دكتور سمير هي منصبة على المواطن العراقي في النهاية، وبالتالي التكلفة سترجع على المواطن العراقي فيما يعني سيكون هذا خطوة ناجحة بالنسبة لإيران، وبالتالي أيضا قد كما ذكرنا سيكون تراجع في مشروع الفاو الكبير هذا من جهة. وأرجع وأشير أيضا هذا تعمل فيه إيران على أساس نظرية قلب العالم اللي هي هارتلاند ثيوري، اللي هي جوهر الاستراتيجية في كيفية التعامل في خلق جو سياسي جديد جيوسياسي، بحيث يعني تسمح لها بأن تطلع من المشكلة التي بها الآن وتحلها، وحتى في المستقبل سيكون لها منافذ كثيرة عبر سوريا وتركيا وإلى أوروبا إلى آخره، وسوف لن تعاني من مشاكل أو من صدمات كما عانت يعني في بعض الأحيان من الصدمات بسبب العقوبات الأمريكية. ولكن هنا هذه الحالة اللي هي حالة عدم اليقين ستبتعد بها عن هذا المشروع، ونرجع ونقول أنه سيؤثر على المواطن العراقي بالدرجة الأساس والاقتصاد العراقي أيضا بدرجة خاصة. نعم دكتور هدى. إذا مشاهدينا الكرام نشاهد سويا هذا التقرير عن تأثير الربط السككي الإيراني مع العراق، وكيف سيتضرر العراق، وكيف ستحقق إيران المصالح السياسية والجيوسياسية والعسكرية من خلال هذا المشروع. إذن بالعودة مرة أخرى لمناقشة موضوع الربط السككي بين إيران والعراق وأهدافه وغاياته، وبالانتقال إليك مرة أخرى أستاذ عبد الله سلمان، يا ترى لماذا لا توجد هناك ردود فعل إقليمية؟ كما هو معلوم أن العراق هو بلد غني والتعامل معه يعني اقتصاديا أو سياسيا أو عسكريا يعني يعتبر من الأهمية بمكان. يا ترى لماذا هذه المساحة مفتوحة فقط لإيران؟ هل يعني إيران نعم ومعلوم أنها ابتلعت العراق منذ 2003 إلى الآن حديقة خلفية لإيران وإلى آخره، هل أن المشروع العربي أو الإقليمي في المنطقة لا يتجرأ أن ينبس ببنت شفه لإيران ولا يتجرأ أن يكون له مساحة كالمساحة التي اتخذتها إيران واحتلتها في العراق؟ أين دور الدول المحيطة بالعراق؟ المشهد السياسي في المنطقة وخصوصا المشهد العربي فيما يتعلق بالعراق حقيقة يعني تحدثنا كثيرا ومرارا عن وبألم أنه العرب هم أو المنطقة العربية بالذات هم الذين ساهموا باحتلال العراق، ولذلك هم لا يهمهم أمر العراق ولا يعنيهم. وكل الاتفاقات حتى الاتفاقات الأخيرة مع إيران سوقت بعض المساحات الإعلامية على أنه هناك تحديد للدور الإيراني بالمنطقة وبالعراق، وهذا كله
كان من الأوهام حقيقة ولا زال وهما وغير صحيح. وكل ما أبدته هي الدول الأخرى هي مصالحها الخاصة فقط، على الرغم أنها تشعر أو تعرف الغدر الإيراني المعروف في التعامل السياسي وفي العلاقات الدولية خصوصا مع العرب. فهي تنازلت عن العراق من زمان، وهذا أمر يعني لا يحتاج إلى يعني إلى توضيح ولا إلى أدلة يعني. فبالتالي هم لا يهمهم المشروع العراقي أو الوطنية العراقية أو العراق كدولة، هم يعرفون تماما الدور الإيراني. طيب ومقدار ولكن تغريبة ألا تهمهم تغريب العراق عن الحروب؟ يعني دول المنطقة يعني إقليميا ألا تهمهم مصالحهم؟ يعني هذه المشاريع لو كانت مع العراق ما بين الدول العربية لكانت المصلحة بمشروع عربي قوي، بالتالي يكون الند للمشروع الإيراني. يعني إيران الكثير من المحللين يقولون إنهم يعني عندهم مشروع وعندهم قوة وعندهم اقتصاد، لماذا لا يكون هناك يعني طرف مقابل له القدرة على المنافسة؟ أم أن الإرادة الأمريكية تمنع ذلك؟ لا أبدا، ليست إرادة أمريكية، إنما ضعف الفهم السياسي في العلاقات الخارجية. يعني نحن ناقشنا كثيرا الدور الضعيف للمنطقة العربية في أحداث العراق حتى في المراحل الأخيرة. فهمهم ضيق فيما يجري في العراق، وفهمهم على أنه العراق قد يمكن التضحية به كما قالوا، أنه ضحي في الجزء من أجل الكل، وضحوا الآن في الكل من أجل ماذا؟ من أجل لا شيء. مصالحهم أيضا ستتعرض إلى الخطر فيما بعد. هذا ضيق الأفق السياسي الذي يعيشوه. ليس المشكلة في أمريكا. أمريكا ممكن إذا رأت أمريكا تخضع إلى الواقع السياسي المفروض بإرادة. إذا الموقف السياسي العربي إذا امتلك الإرادة، لا أمريكا ولا أي دولة أخرى بالعالم تستطيع التفريط بالعلاقات مع هذه الدول. فبالتالي المشكلة ذاتية وليست مشكلة خارجية. الإرادة العربية ضعيفة جدا في التعامل مع أعداء العراق الحقيقة. بالتالي يعني التعامل، بالتالي أستاذ عبد الله، المشروع الإيراني هو مشروع قوي من 2003 إلى الآن. إيران ليس فقط أذرعها موجودة في العراق، موجودة في اليمن، موجودة في سوريا، موجودة في لبنان، موجودة في دول المنطقة. أخي لا نبيع سرا، وهم أعلنوها ما يسمى بجيش فاطمة في المملكة العربية السعودية. يقولون نحن الآن وصلنا إلى 2500 مبندق، بمعنى يحملون السلاح الآن. هذا هو المشروع الإيراني الذي يتفاوض مع إيران عليه. أولا أن يركز على موضوع مشروع تصدير الثورة وولي الفقيه. ولي الفقيه ومشروع الثورة مشروع استعماري لا يختلف عن المشروع الامبراطوري لأي دولة أخرى. هو هدف الاحتلال والتوسع. إذا لا إيران لم تتوقف عن هذا المشروع، لا يمكن الإيمان الاهتمام إليها أو العمل معها إلا تغدرهم بالتالي. فهذا هو الضعف وهذا الفهم السيء للعلاقات مع إيران. المشكلة أنه يريدون فقط أن يعدوا مرحلة أنهم الآن ليس بالخطر المحدق من إيران، وهم يريدوا يتخلصوا من بعض المشاكل في اليمن وغيرها بواسطة إيران، بينما إيران الآن شجعت الحوثيين أكثر على المواقف التطرف. وبالتالي هذا المشروع، مشروع الربط السككي، سيعزز بالتأكيد من النفوذ الإيراني في المنطقة من البصرة، الشلامشة، العراق، سوريا إلى آخره، وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط والمكاسب تلو المكاسب الإيرانية. دكتورة هدى، بالعودة إليك مرة أخرى، يعني ميناء الفاو الكبير يعني يدفعنا للتساؤل. الكثير من المشاريع في العراق معطلة، يعني من الحكومات المتعاقبة، ملفات فساد، مشاريع متلكئة أو معطلة، فضائيين، مشاريع فضائية، صفقات أسلحة قديمة يعني فاسدة، صفقات استيراد للمواد الإنشائية فاسدة، كل ما في العراق ليس غير مشجع على القطاع الخاص بسبب فرض الميليشيات الإتاوات، أي فرص للنهضة غير موجودة في العراق.
هل نستطيع القول الآن باستخدام استراتيجية خنق الاقتصاد هذه بهذا المشروع؟ هل نستطيع القول أن رصاصة الرحمة قد أطلقت على ميناء الفاو الكبير الذي ربما يعول أو كان في الماضي يعول عليه اقتصاديا بأن ينهض بالاقتصاد العراقي؟ نعم، ذكرت حضرتك قبل قليل ملاحظة جدا مهمة دكتور سمير بخصوص الدول العربية وتحركها وإلى آخره، يعني وأيضا أرجع على سؤال حضرتك اللي هو يخنق الاقتصاد العراقي. يعني احنا يجب ان نفكر في نقطة أساسية مهمة، هنالك كان يعني توجه في انه يكون هنالك تعاون ما بين مصر والأردن والعراق في ما يسمى بمشروع المشرق العربي الى اخره، والتنمية الاقتصادية وقيام منطقة تجارة حرة والى اخره. الان هذا الكلام يعني العراق بالاخص توقف عنه في هذه الفترة، لأن هو توجهاته أصبحت مع إيران، وبالتالي أيضا هذا التوجه العربي لا نعرف كيف يعني سيقام أم سيتوقف، يعني حال المشاريع العربية اللي دائما احنا نبدأ بها نسمع بها ولكن فقط بداية ولكن لا نراها. نعم؟ نسمع بها ولكن لا نراها. نعم أحسنت. بالتالي أيضا هنالك نقطة أساسية مهمة، أنه تدخل إيران، وجود الصين، هذا اللوبي الموجود هو الذي الآن يستطيع أن يسيطر على العراق لضعف العراق، لهشاشة الوضع الاقتصادي والسياسي في العراق. وبالتالي مثل ما ذكرت حضرتك أنه وجود الفساد ووجود المشاريع المتلكئة إلى آخره، كل هذا سيؤدي إلى تراجع الاقتصاد العراقي أكثر وأكثر. وبالتالي أيضا سوف يصل إلى مرحلة إذا لم يعني يضع نصب عينه مشروع الفاو الكبير وأن ينجزه بشكل صحيح حتى يستطيع أن يستفاد منه في عملية النقل البحري وإلى آخره، وبالتالي يصبح للعراق منفذا على الدول الأخرى. هنا إذا توقف العراق عن القيام بهذا المشروع فإننا فعلا سنكون أمام ما يسمى بأننا سيختنق الاقتصاد العراقي كليا، وأيضا يعني سوف لن تقوم له قائمة. لو كنا نتوقع في الفترة الحالية أن إيراداتنا بلغت مقدار كبير جدا، وخاصة حتى في هذه الأشهر، يعني هذا الشهر 8 مليار دولار الإيرادات النفطية، يعني حتى هذه إذا لم نستفاد منها في قيام هذا المشروع اللي هو مشروع الفاو الكبير، وبالتالي التواصل مع الدول الأخرى، هنا سيكون واقع الاقتصاد العراقي واقع مخيف ومتراجع، وبالتالي يعني من الصعب جدا سنعمل على إيجاد له سبل أو آليات جديدة لإيقاظه. وبالتالي عملية الإيقاظ هذه هي كانت لازم تكون متماشية سوية. لو فرضنا أن هذا المشروع السكك الحديد مع إيران سيجلب الفائدة للطرفين، أي لعراق وإيران، ونفس الوقت سرنا قدما في مشروع الفاو الكبير، لقلنا نعم نحن نسير بعملية تحقيق التنمية الاقتصادية بشكلها الصحيح. لكن هنا يوجد اختلال توازن، ولدينا اختلال توازن قوى أساسا إيران هي مسيطرة علينا، وأساسا إيران هي الأقوى في المجموعة التي هسه نحن في صددها مع الدول العربية الأخرى، وبالتالي لها تحركات لا يستطيع أحد أن يوقفها، حتى على الرغم من العقوبات التي هي تواجهها من حين ولا إلى آخر، لكنها هي سائرة قدما في تحقيق أهدافها، سواء بنقل الأسلحة، بنقل المقاتلين. إذا كانت هنالك طرق صعبة في فترة العقوبات، ويقال أن هنالك شركات نقل وقع عليها العقوبات، الآن ستسهل الأمور في التعاون مع لبنان وحزب الله، وبالتالي في التعامل في الإرهاب وإلى آخره. ويعني سيعاني العراق ليس فقط اقتصاديا، ولكن حتى سياسيا ستكون هذه المعاناة للعراق. وبالتالي يعني بس نقول يعني انه يجب على المسؤولين في العراق ان كما صرحوا سابقا ان يضعوا نصب عينهم انه يجب ان يعملوا على محافظة على
العراق سياسيا واقتصاديا باتخاذ القرار الصحيح في هذا المجال. نعم. دكتورة أبقى معي لو سمحتي، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ عبد الله، من ضمن سياسة المحاور كيف نفهم أن هناك ربما ضوءا أخضر أمريكيا لتدشين مشروع الربط السككي مع العراق، في حين أن إيران تعتبر ضمن المحور الصيني المحور الروسي، بالتالي هذا المتنفس هل تراه يعني منطقيا؟ في السياسة الأمريكية المخادعة ممكن أن نعتبره منطقيا، هذه هي سياسة أمريكا، ويعني الرقص مع الثعابين ما بين إيران وأمريكا هذا يعني واضح وعلني ومعروف. إيران ليست غريبة عن سياستها عن أمريكا، الأمريكيين استراتيجيين يعرفون سياسة إيران وأهدافها، ويعرفون أيضا أين ممكن أن يكون طمعها، فهم يعرفون أن هذا الامتداد هو غاية لها استراتيجية، لذلك هم يأخذون منها كثيرا من المواقف الأخرى، وهي الضغط على الدول العربية والحفاظ على الأمن الكيان الصهيوني، وهذه كلها اتفاقات وتفاهمات استراتيجية أمريكية. وكل ما يجري الآن كان ممكن أن يعقد اتفاق أمريكي إيراني حول الاتفاق النووي، إلا أن الداخل الأمريكي والانتخابات الأمريكية تمنع من الإعلان عن ذلك. هذه هي أمريكا توافق وتعرف تماما، وأمريكا تعرف كيف إيران تحتل العراق، وكيف والسفارة الإيرانية تعرف كيف الإيرانيين والميليشيات تختطف الناس وتقتل الناس، هذه كلها معروفة لديهم. وإيران وأمريكا متفاهمان على العراق وعلى المنطقة العربية تفاهما واضحا، وكل ما يجري في الخارج هو عملية يعني عمل تقييد إيران على تحديد أطماعها في المنطقة أن لا تكون أقوى من إسرائيل، هذا هو المطلوب ما بينهم، التوازن ما بين إسرائيل وإيران هي مهمة أمريكا، فلذلك هي أعطتها الموافقات على أن تهيمن على العراق وسوريا ولبنان. لماذا؟ والتفاهمات مع السعودية على أن يتناصفا السعودية وإيران. طيب. الوضع في اليمن. أستاذ عبد الله، يعني في العراق الآن هناك تحديات مناخية بالجفاف وشح المياه، هناك أنهر إيران قطعتها تمر عبر الأراضي العراقية، يعني بدل أن يكون هناك مشاريع تعاون لصالح إيران والمردود الاقتصادي ربما 80% أو 90% لصالح إيران، لماذا لا تكون هناك مثلا مساومة شريفة من قبل الحكومة على أنه افتح الأنهر على العراق ننفذ معك كل المشاريع؟ لما يكون الطرف الحاكم يمتلك الوطنية، هذه هي هنا السؤال، يمتلك إرادة وطنية. الوطنية اليوم غير موجودة في الجسم السياسي العراقي، في الكتل السياسية جميعها. اليوم نشوف الأحداث وبيع الأراضي العراقية والتقطيع العراقي وإضعاف العراق، هذا كله استراتيجية إيرانية مفروضة على جماعة الإطار وجماعة الأطراف الأخرى الخاضعة أيضا إلى إيران. لا يوجد طرف سياسي في العراق غير خاضع لإيران، مستحيل، لا فردا ولا مجموعة، كلهم خاضعين لإيران وكلهم يصعون إلى الخريطة الإيرانية في التوزيع السياسي على العراق، فلذلك هم يعني غير معنيين بالعراق. إيران من مصلحتها ومن مصلحة دول أخرى صغيرة في المنطقة تريد العراق أن يكون غير صالح للعيش، حتى يمكن تهميشه، يمكن تقسيمه، يمكن أي شيء يكون بعد ذلك. لذلك شوف تسارعت المشاريع، البيع والترخيص وكركوك وغيرها، هذه كلها مشاريع إيرانية ليست مشاريع أخرى، هذه كلها مشاريع إيرانية، حتى العراق يلتحق بإيران قريبا أو عاجلا. هذا المشروع كان من زمن عادل عبد المهدي، المشروع ربط السكك من 2016 طرح، ولكن وجاء عادل عبد المهدي لتنفيذه، لأن ثورة تشرين وضحايا وشهداء تشرين هم أعاقوا هذا المشروع، ولذلك ترت تسارع اليوم بتنفيذ هذه المشاريع الإيرانية بالمنطقة. نعم سيد عبد الله. أخيرا دكتورة هداب، يعني الآن المواطن العراقي لسان حاله يقول وماذا أنا أقدر أن أفعل، المشاريع تنفذ على رغم أنف الشعب العراقي، وإذا طالب الشعب العراقي بحقوقه سواء بتظاهرات سلمية يتم قمعه ويتم قتل شبابه أو الزج بهم
في المعتقلات. هل تتوقعين أن تكون هناك آثار اقتصادية ربما ثقيلة ويعني صعبة جدا تضاف على كاهل المواطن العراقي، ربما تؤدي بالتالي إلى يعني عودة التظاهرات من جديد في العراق؟ نعم دكتور سمير، في الحقيقة أكيد الموضوع إلى تداعيات، تداعيات هذه الجيوسياسية الجديدة لها تداعيات أيضا اقتصادية واجتماعية على العراق. ويعني أيضا أثني على كلام ضيفك الكريم أستاذ عبد الله، يعني بما قال بأنه هذا الموجود المشروع هو ليس مشروع هو بجديد، وكان في زمن السيد عادل عبد المهدي، وكذلك أحد التقارير الأجنبية تشير أنه تم يعني إكمال كل شيء في زمن السيد الكاظمي رئيس الوزراء الأسبق، وبالتالي يعني الأمور هي كانت محضرة ولكنها مخفية خلينا نقول بهذا الشكل. لكن الآن إحنا في بعد أيديولوجي جديد للسياسة الإيرانية وللنفوذ الإيراني، يعني الآن النفوذ الإيراني أخذ اتجاه آخر، اتجاه أكثر عمقا، وبالتالي سيؤثر أكثر على الاقتصاد العراقي وعلى المواطن العراقي. هذا بالتأكيد سيكون له يعني جوانب مختلفة من المشاكل ومن الآثار الاجتماعية والاقتصادية، بدل ما نحلها المشاكل بدل ما نخفف عنها، وبالتالي الدهاء الإيراني اللي تمارسه دائما في كل وقت باتخاذ سياسة صحيحة في ذلك الوقت المناسب، هي اتخذت أو هي جعلت من أنه في هذا الوقت أن تعمل على تسيير هذه الاتفاقية بعد أن كانت مذكرات تفاهم، وكانت كثير من التقارير الأجنبية اعتمدت أشارت أنه لا يمكن أن تطبق هذه الاتفاقية، ولكن مع هذا أصبح الكلام عكس ما أشير إليه في السنوات السابقة، يعني بمعنى تم تطبيق هذه الاتفاقية ولم يأخذ بنظر الاعتبار الشعب، موافقته كيف سيتعامل معها، هل ستعمل على إضرار بالشعب بالمواطن بالاقتصاد، لم يأخذ بنظر الاعتبار كل هذه الأمور، وبالتالي ستكون التداعيات جدا كبيرة، سيكون النفوذ السياسي والاقتصادي لإيران جدا كبير في المنطقة العربية، وهذا يجب أن ينتبه إلى المسؤولين والرؤساء العرب، يجب أن يجدوا حلا أن يكون هنالك توازن في التعامل وتوازن قوى، وبالتالي حتى يكون التعامل أصح من في الوقت الحاضر حتى نحقق ما نريد، كما ذكرتم وكما ذكر السيد الفاضل ضيفك الكريم أنه يمكن أن تؤدي إلى مظاهرات كما حال في المظاهرات التشرينية، لأنه ممكن حتسبب مشاكل كثيرة اللي هي كما أشرت إليها في السابق وبالبداية، إلى أنه سترتفع الأسعار، سيرتفع التضخم، وبالتالي القوة الشرائية للمواطن ستنخفض، إذن كلها ستكون على كاهل المواطن العراقي في الأخير، وبالتالي المشكلة هو الذي المواطن سيتحملها ويتحملها الاقتصاد العراقي ككل. والحكومة ربما آخر همها المواطن العراقي، وربما أصلا ليس لا تحمل هما للمواطن العراقي بل تحمل هم الفساد والسرقات وإقامة المشاريع مع إيران، وبالتالي ليس هناك مصلحة للمواطن العراقي بكل المشاريع التي تعقدها الحكومات المتعاقبة من 2003 إلى الآن. شكرا لضيوف الكرام في هذه الحلقة، دكتورة هدى بالكويسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية، وشكرا جزيلا أستاذ عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.